دينا كل عام بخير وانت بخير مبارك عليك الشهر يا رب علينا وعليكم بالخير والعافيه كيف حالك أسلام؟ كيف شفتي فتره التجربه العمليه مع مجلس اداره غرفه جده مع مجلس اداره غرفه جده الحمد لله كانت 4 سنين جميله كان عندنا يعني اهداف معينه كان لابد من يعني تنفيذها تحقيقها والحمد لله ان احنا قدرنا نحققها غيرنا اللجان الى مجالس قطاعيه وعملنا نقله نوعيه حقيقه يعني على مستوى الغرف التجاريه وان شاء الله نسال الله التوفيق والسداد للمجلس الجديد وانهم يستمروا ان شاء الله بقياده ابو يوسف طبعا ان شاء الله بالتوفيق للجميع يا رب. بعدين ما شاء الله حتى الان العنصر النسائي صار يساهم بقوه في حركه القطاع التجاري. والله جده طول عمرها سباسه من زمان وان السيدات جده سيدات جده ايش؟ جده ايش؟ جده غير.